يوجد الآن بعض المكاتب التي تعقد صفقات الزواج بين الناس بالتليفون، ويتم ذلك عبر التليفون بين الزوجين والشهود، فهل هذا الزواج صحيح؟ لا بد لصحة عقد الزواج من وجود الشاهدين مع الزوجين في مجلس العقد، وذلك للتأكد من شخصية الزوجين وسماع الصيغة. وقد يحصل التأكد إذا أرسل الزوج كتابا إلى الزوجة بأنه تزوجها وقبلت هي، وشهد على قبولها شاهدان، فالكتاب الموقع عليه منه يقوم مقام النص بالصيغة كما قال بعض العلماء. أما الكلام في المسرة أي التليفون، فالتحقق فيه من صوت الزوج فيه عسر لإمكان التقليد والمحاكاة للأصوات. وإذا سمعته الزوجة فالشاهدان ربما لا يسمعانه، اللهم إلا إذا كانت الزوجة والشاهدان يسمعون من سماعة واحدة بالآلات الحديثة، ومع ذلك ففيه عسر في التأكد. ويمكن أن يقال إنه بتصور آلات الاتصال التي تنقل بها الصورة مع الصوت قد يحصل التأكد من شخصية الطرفين وكلامهما بالإيجاب والقبول، وتجري هذه الرؤية عن بعد مجرى الحضور في المجلس الواحد الذي اشترطه الفقهاء، وهنا يكون العقد صحيحا. والله أعلم.